اهلا وسهلا غزاله ديالي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ احوال طيبه؟ نتمنى كلشي يكون على خير وبخير، تمام، صحه ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كتشوفوا جيت معكم واحد تحليه شماليه اللي كيقولوا لها تحليه الكواخاضه، عندنا معروفه في جهه ديال تطوان اغلبيه. تحيه الناس ديال تطوان، من هذا المنبر هذا نقدم هذه التحليه ديالهم ان شاء الله في القناه ديالي، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كتجي رائعه كما كتشوفوا البنات، كتجي شهوه منا صراحه، كتجي مجهده في المذاق ديالها، وتحمر لك وجيه ديالك مع الحباب ديالك ومع الضياف ديالك. نتمنىكم انكم تجربوا هذه التحليه هذه، ونتمنى انكم تعملوا لي لايك اللي عجباتو الطريقه ديالها، واللي ما عجباتوش ماشي مشكل. والمهم ندوزو نشوفوا المقادير ديال الوصفه ديالنا اللي كتشوفوا قدامكم. كتجي رائعه، كتجي كتشهي، وما كنقدم لكم الحاجه حتى كنكون مجرباها ومتاكده منها انها كتجي غزاله، عاد كنقدمها لكم بوجهي احمر باش ما نتحشمش معكم ان شاء الله يا ربي. وهنا ندوزو نشوفوا المقادير ديالنا. المقادير ديالنا كما كتشوفوا عندنا واحد صاشيه ديال الكواخاضه على هذا الشكل هذا، ولحب الواحد انه يعمل جوج ماشي مشكل، الا بغى يجيوه مجهدين، يعني تجيها تجي ديك كواخاضه عاقده مشبره راسها، يعني ديك التحليه تجيه مشبره راسها، يعمل جويجات. عندنا نص يترو د الحليب كما كتشوفوا، انا فايته عبره نص يترو د الحليب، وعندنا واحد البواطه ديال الناطا او الكريم فريش اللي على 300 مللتر، يعني الكميه ديالها 300 مللتر. عندنا كاس ديال اللوز مطحون مسلوق ومطحون، اللي بغى يطحنو بالقشور ديالو ما يسلقو حتى شي حاجه حتى هو دايز، اللي بغى يحمرو عادي يطحنو بالقشور ديالو حتى هو مزيان، يعني انا فضلته بديك الطريقه هذه. وعندنا السكر طبيعه الحال. وهنايا ندوزو نعملو الحليب في كاسرونه، نضيفولو ديك الكريم فريش اللي عندنا، ونضيفو المقادير ديالنا البنات كاملين اللي عندنا هنايا، نضيفوهم. نضيف الكاس ديال اللوز اللي عندي، كاس صغير، كاس العنبه، ما ديروش كثر لان كتجي مجهده بزاف الا زدتوا اللوز بزاف. كاين اللي كيبغي يعمل كثر، ولا بغيتوا تضعفوا المقادير باش تعملوا يطرود الحليب ولا شي حاجه، ضعفوا المقادير. وكنضيفوا الساشيه ديال الكواخاضه ديالنا، واللي ما بغاش يعمل الكواخاضه وبغى يعمل هذاك شكي يقولوا له شاهد الهضره، يا ربي السلامه، ما عارف مالي ولات كتمشي لي الهضره. اللي بغى يعمل فلون يعمل فلون ديال الغويال واحد زائد واحد ديال شينوا. انا هنا ضفت 3 ديال المعالق او 4 المعالق ديال السكر، ونحرك كل جيدا حتى كيتمازج المقادير ديالي كاملين مع بعضياتهم، ومن بعد نحطهم فوق العافيه باش يطيب مع التحريك طبيعه الحال بحال اللي كنعملوا الفلون ديالنا العادي. هنا جبت واحد المول اللي عندي انا، كيعجبني الدائري، يعني دائري اللي بغى يعملو اللي متقوب من الوسط، عنده ديك الثقبه الوسطانيه حتى هو كيجي مزيان. انا هذا كيبقى يفيض لي الخليط ديالي. الحل اللي جبرت هو انني نبقى نعمل له بابي سوفريزي لهذا الشكل هذا، وعاد لويه. حبيت نشارك معكم هذه الطريقه باش اللي عنده المول ديالو اللي كيعجبو، يعني التقدة ديالو اللي كتجيه في الفلون على هاد الشكل، يعملو بحالي انا. هذا هو اللي كتعجبني التقدة ديالو، عندي ما كثر عندي ما صغر، ولكن هذا كيعجبني حسن. جبرت له الحل هو هذا، المهم الحل كاينه على هاد الشكل كامل ملوي، ما كيفيد لي ما حتى شي حاجه. هنا كما كتشوفوا جبت عندي كامل ديالي موجد ديال غويال، حتى هو كيجيني ساهل ملي يتسالى يحم الله. هذا جبته معايا من المغرب، الصراحه كيفكني بزاف. كنعملو كامل في اللاطه ديالنا كما كنعملو الكراميل ديالنا اللي كنعدلو، اللي ما عندوش يعدلو ماشي مشكل، حتى هو كيكون مزيان. انا راه ما يتسالى لي هذا، راه نتوما شفتو قرب يتسالى، ما يتسالى نبقى نعدلو حتى انا عادي.
وهنا ضروري خصنا نحركوا الخليط ديالنا من بعد ما كيدفى شويه، كنستمروا بالتحريك ديالنا كما كتشوفوا. حنا كنحركوه وهو كيبقى يتقال شي شويه مع المقادير اللي فيه. طبيعه الحال راه يتقال فيه اللوز وفيه الكريم فريش، كما كتشوفوا بدا كيتقال شي شويه وبدا كيتبدل اللوين ديالو مع اللويزات، ديك اللوز اللي فيه وديك الشيء راه كيبدلوا اللوين. وهنا كما كتشوفوا بدا كيعقد، هنا صافي طاب وكمل طيابو. مي بدا كيعملنا الفقاعات وتقال كما كتشوفوا، صافي راه هو طاب. هنا كنكبوه بالمهل باش ما طلعناش ديك الكراميل ما يطلعناش في الوجه، كنكبوه كامل على هذا الشكل عادي ونحطوه في الجنب حتى كيدفى، عاد نعملوه في الثلاجه ورا دغيا كيشبر راسو. هو دابا نيت راه هو مشبر راسو مزيان، نخليوه حتى يبرد ونعملوه في الثلاجه واحد المده 4 سوايع كيكون جاهز عندنا على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا هنا زوقته بالكراميل وباللوز ايفيلي، كل واحد يزوق بالطريقه اللي بغا. كاين اللي يبغي يعمل له كريم فريش من الفوق كيجي حتى هو به مزيان. انا عملت اللي موجود عندي في الدار كما كتعرفوا على هذا الوقت هذا اللي حنا فيه كندوزوه في الحجر الصحي، خصنا ندوزو يعني اللي عندنا في الدار نقضيو به. وهنا نقطع لكم الطرف تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل ديالو، كيجي رائع. نتمنىكم البنات تجربوه، نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ونكون على حسن الظن ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا مازال كنزيد معكم شويه بشويه ونزيد معكم الافضل ان شاء الله. محتاجه التشجيعات ديالكم ولي لايك ديالكم، واللي باقي ما يشارك في القناه ديالي يشارك باش يوصلوا دائما الجديد. وكنبغيكم بزاف، تهلاو فراسكم، بوسات ديالي، باي باي عليكم.